منتابع معكم مشاهدينا كل نهار احد بهيدا التوقيت بتطلع عليكم اختصاصية التغذيه والصحه العامه ميرنا الفتى موضوع اليوم رح يكون عن الكبد بونجور ميرنا بونجور يعطيك الف عافيه يعطيك العافيه بنسمع كثير حكي عن الكبد وفي خوف كتير كبير انه ينضرب الكبد يعني ما تاكل هالشي ما تكثر من اكل البيض بعرف يمكن صح يمكن غلط هلا رح نقولهم كل المعتقدات انه الاكل ممكن نضربه بالكبد والأدوية كمان يلي مناخدها بطريقة غلط بداية قدي مهم الكبد وشو هي وظيفته حتى نفهم ايه لازم ننتبه له الكبد كتير مهم شو وظيفته عنده حوالي 300 وظيفة بالجسم واو. منركز على بعض الوظائف يلي يعني هن كتير أساسيين يلي يعني التنظيف بنظف الجسم من كل الترسبات من كل القصص اللي موجودة فيه مثله أكيد مثل الكلوة هن أول, أول فلتر بيوصل على الجسم يعني أول شغلة بدي فلتر فيها الأكل هو ببلش بالكبد ثاني شغله كمان الكبد بيعمل ستوكاج للفيتامينات ما ننسى اكثر شيء الفيتامينات اللي بتدوب بالدهن بلس انه عنصر اساسي ليبلش انه يكسر الدهن بقلب جسمي، اذا انا عم باكل شو بده يساعدني حتى يكب الانزيم الانزيمات الاساسيه اللي بتكسر كمان من الدهن. اشياء كمان مهمه بيعملها الكبد وما فينا ننسيها وما فينا نقلل من اهميتها كمان انه بيساعد حتى جسمي يقدر ياخذ الاكسجين مثل ما لازم يقدر يكسر الدهن والسكر وكل هالقصص بلس بيترك في الجليكوجين يعني في السكر عليه نحنا بدنا نعرف انه الكبد هو اول ما انا بهلا باخذ سكر او باخذ حيلا عنصر جسمي اول في ستيب بده ياخذهم يعملون طاقه هيدي الطاقه بياخدها الكبد بيقدر يحمل لحديت نص كيلو من الجليكوجين يعني نوع من انواع السكر حتى يتركن كل ماتاج جسمي يعطيهن اكثر من نص كيلو بيعطى ضب حتى يكونوا دهن دونك عنده كثير عناصر بهمنا الفيتامينات بهمنا التنظيف بهمنا كتير الجليكوجين هودي كبدايه عمليا كثير بسهوله فينا ننزع كبدنا وكثير بسهوله فينا كمان نساعد حتى نطول له بعمره لهالكبد okay. بنزعه بكثير اشياء بنزعه بالملح رح تقولي لي الملح مع الكبد ما هلا كنت عم تخبرينا عن السكر الملح بيقطع عنه الاكسجين الملح بيساعد الكبد لحتى يعمل في بروز حتى يليف زيادة الكبد أكتر وأكتر دونك اللي بملح كتير بده يعرف هو عرضه يوصل لمرحلة بده يليف كبده اللي بياخد سكر كتير بده يعرف سكر يعني طاقة يعني عمل إفار كتير الكبد حتى الجليكوجين بعدين استعملوا دهن كتير الدهن على منطقة بطنة آه صار في عنده دهن على الكبد سكرته للكبد ما خليته يشتغل مثل ما لازم ثالث شغلة كتير أساسية هي الألكال نحن بنقسم الكبد المليف لأنه حدا بيشرب ألكال وكبد المليف لأنه ما بيشرب ألكال اللي بيشرب الكول بده يعرف واصل لمرحله بده ليّف هالكبد، لأنه الألكول الألكول إيجال سكر إيجال مأزم وبس نحكي ألكول أو سكر يعني حتى المحل الاصطناعي، حتى الفواكه حتى السكر الموجود بالفواكه كترته عم بيأذي الكبد. تخيلي إنه كثير انعمل ستاديز لقوا إنه كترة الفركتوز الفواكه لو نحن مبسوطين فيها وبنحكي عنها صحية بتخلي الكبد يليف وبتخلي الكبد انه ما يقعد يتنفس بلوس انه انا بقول طب ما بشرب تيزان كل نهار لاني ما بدي اخذ سكر تب ما اخذ وزن بستعمل كل كل انواع المحليات الاصطناعيه كل المحليات شرطول اللي بيخلصوا بكلمه اول مثلا سوربيتول إكزيليتال هدول من انواع سكر هيدا هيدا الال هو سكر الكول هيدا بيأذي كثير عن الكبد علما انه هن نحن منقولون بدلهم احسن من محل ثاني اللي هو أسبارتام اللي تاني بيعمل كانسر دونك هودي بيبقوا بالكبد وبيأذوه على المدى الطويل مه. مه. بنرجع كمان بنكفي انا وياك تنحكي إلنا الالكول إلنا السكر إلنا الملح وبدنا نحكي عن الفات كل ما انا اكلت دهون وكترت من الدهون بكل انواعها أنا هون عم بأذي كبدي وعم خلي كبدي ما يقدر يكسر مثل ما لازم ما يقدر يتنفس مثل ما لازم دونك هودي القصص يلي بتأذي القصص <applause> اللي بتساعد هي كثيره لأنه أمراض الكبد مش بس مش بس بتوقف على شحم كبدة في كتير أنواع أمراض كبد بس أكثر شيء هو الشائع يلي نحنا منقول شحم كبدة قعد شوية دهن هيدا أكيد بيدو ديو على الوزن الزايد ودو كمان على اللقمشة مشاكل النهار نحنا جماعة كل ساعتين ثلاثة بدنا ناكل من جوع أنتوا هيك بتقولوا لنا ما تخلوا حالكم تجوعوا كله كل ساعتين بس شوي نحنا بنقوم ناكل بالليل <applause> كثير <applause> وبدنا نجرب نحن نقسم وبدي اجرب ريح جسمي كل ما انا اعطيت جسمي 12 ساعه ما بدي اقول للعالم كله تعوا نعمل الفاستنج وبجنن الفاستنج بس كبده بحاجه على طول ل 12 ساعه ليرجع يجدد حاله ليصرف هالريزيرف الجليكوجين اللي عليه ويجددهم هيدا من ناحيه من ناحيه ثانيه فعلا كل ساعتين ثلاثه مش غلط اذا اكلت بس مش كل نص ساعة فوت آكل هيدا شغلة تاني شغلة بدي أعرف الأكل كمان. مية بالمية شو مهمة. عم باكل مم. في كتير من المأكولات اللي بتنشط الكبد رح نحكي عنها وفي كتير من المأكولات لو كانت مأزية مثلا قلنا الفواكه مأزية إذا أكلت كمية كتير كبيرة منها مثلا حستان أو ثلاثة فواكه مع بعضهم عزات القعدة تخفف من أن عل السكر بالدم لأنه كل تعلية سكري بالدم ساعدتنا لزيد الديبول الجليكور على الكبد كتير محبز اني اكل معهم شي من اللي فيه شويه زيوت يعني مكسرات بقول على طول مثلا لوز وجوز مع صحن الشمام مثلا اللي عم ناكله او بنحب ناكل بطيخ دخلوه على طول معه الجبنه لحتى امتصاص هالسكر تكون شوي بطيئه ديزو عم نعمل موز وعسل حط معهم شوية صغيرة من المكسرات هلا موسم جوز بنحط شوية جوز بيساعدوا الابسوربسيون تبع هالسكر يكون أبطأ بجسمي ساعد لي الكبد تبعي يكون مرتاح أكثر بهيد من هيدي الكلمة منقول انه الالياف كتير اساسية للكبد دونك ما نخفف من اهمية الالياف وبس نحكي الياف يعني عم نحكي شوفان يعني عم نحكي كل شي كامل سورتو أن الكبد بحب الفيتامين بي كومبلكس بنشطه الفيتامين بي كومبلكس اللي هو موجود بكل شيء قمحه كامله بكل شيء نخاله او كل شيء شوفان يكون داخل لاكلنا بنشط الكبد تبعنا اكثر واكثر من الماكولات او السناكس اللي لازم ناخذهم تنشطولنا كبدنا بنبلش مثلا بالشمندر الشمندر كيف ما اخذناه ناخذناه ني ناخذناه عصير ناخذناه مسلوق بنشط الكبد وما تخافوا من الكالوريات اللي فيه وحدات الحراريه اللي فيه مقبوله يعني كل راسين شمندر وسط عم نحكي حوالي 80 وحده حراريه مش انه اخذ كميات كتير كبيره اذا دخلت مع الشمندر شويه ثوم مع شويه اللي بحبوا يعملوا سلاد شويه ثوم مع شويه خل التفاح بكون انا ساعدت حالي اعطي جسمي المكسيما من الانتي اللي بيساعدوا الكبد يضل عم يتنفس هيدا كشمندر ثاني خضرة كتير أساسية للكبد هي الأرض شوكة الأرض شوكة يلي تعتبر السحر للكبد. كمان كيف ما كانت الأرض شوكة مفيدة نأخذناها تسلينا فيها كسناك نأخذناها تيزان شربناها نأخذنا ميتها واستعملناها بالأكل أو بالشرب هي بتساعد تتنظف الكبد لو كان بمرحلة متقدمة من, من السيروز اللي مبلش فيها وكمان الاشخاص اللي زارعه أرض شوكه وعندها حد بيتها ارضي شوكه ما نكب وراء الارضي شوكه، ورقه الأرض شوكه اذا نحن استهلكنا اللي لازم نستهلكه منها، يبسناها، رجعنا طحناها فينا نستعملها باودر نشربها مثل مثل حيا تيزان بنكون عم ناخدها بتكون صحيه وبذات الوقت عم بتساعدنا لحتى نظف كبده. عندنا كمان الهندبه. الهندبه غير انه كثير منيحه للمبوله وللمسالك البوليه والكبد والكلاوي الهند كثير اساسيه للكبد بتساعد كل شيء في فضلات على الكبد يفضيهم كيف ما اخذتها للهند بمفيده ناخذتها سلاد ناخذتها طبخ عت الهمة حتى لو في اشخاص بياخذوها ديتيزان كمان بتكون عم بتفيدهم حتى تساعدهم حتى يظهروا هالقصص السم من جسمهم كمان عندنا الجزر الجزر كثير كمان مفيد كمان بدي اقول للجزر بس بدي اقول للاشخاص كيف بدنا ناخده بدي اخذ جزر ني ما راح اطلب جزر يكون مسلوق دو ان ما ناخذ وزن زايد دو لانه الجزر السكر اللي فيه هو وني هو سكر كومبلكس جسمي ما بيمتصن ما بيعلي السكر بالدم كل ما انسلق الجزر كل ما استوى كل ما صاروا النشويات اللي فيه تفككوا صاروا اسهل للهضم صار جسمي عنده استعداد اكثر انه يمتصهم وبس يمتصهم على الليل السكري نزع لي شوي الكبد توت هيدا الشيء بدي يصير حط معهم زيت زيتون وبدي احط معهم خضره لحتى استفيد منهم اكثر دونك جزر الناي فضل يكون اكثر يكون هو عنصر اساسي باكلنا هلا عندي كمان زيتون اللي هلا نحن بناكل منه الزيتون هلا بنرصه يعتبر فيه كميه كثير عاليه من الانتي اوكسيدان اللي بتنشط الكبد كثير اساسيه، سيرتو للاشخاص اللي بقولوا لك انا بضل تعبان كل النهار لانه كبدي يمكن مضروب او كبدي مزعوج، بضل تعبان كل النهار ما عندي طاقه، مشان خير كثير بالليل، انا وقاعد بنام وبقوم كذا مره على السوفا ما فيني ركز لوقت كثير طويل بوصل لمرحله عندي نفخه بطن ما عم بقدر افهمها اذا اذا بنطلع بالبطن مزبوط بنعرف انه هيدي النفخه مش على طول بتكون هواء مرات عم بتكون مي اون فوا لمرحله انا عم بحكي بمي يعني بعسيت بنقول بليز كل الاكل اللي عم عم نحكي عنه هلا استهلكوه واستهلكوه بشكل كثير كبير لنقدر نحن نخفف نخلي هالكبد يكون عم يشتغل مثل ما لازم <applause> في اوقات ميرنا انواع دايتس يعني الواحد بفكر حاله عم بساعد لانه في شحم على الكبد اذا انا ضعفت بيمشي حالي وبكون عم ساعد جسمي بنروح يمكن على هاي بروتين دايت وما في مشكله انه ناكل مقالي وممكن نعمل هيك نوع من كومبليكاسيون زياده شو هن الدايتس يلي المفروض نهرب منهم وقد ايه الاعتدال مهم وكيف يعني الطريقه يلي اوقات الواحد مفكر حاله عم بساعد حاله بكون بالعكس عم بياذي كبده مثلا البروتين دايت الغريب بالقصة انه البروتين دايت هو من الدايتات الممنوعة للاشخاص اللي في عندها مشكلة بالكبد ليش؟ لانه البروتين دايت رح يأكل كمية عالية من البروتين لحمة سمك دجاج سورتو رح يكون البروتين رح يكون الحيوان السورس تبعه هي انيمال ما رح تكون فيجيتال على طول بس تكون انيمال سورس عند بعمل اكتر ريزيستانس على الانسولين كرمال هيك في كثير اشخاص أول مره بتعمل بروتين دايت بتضعف عليه كثير لانه عملت شوك لجسمها مش معود على هيدا الاكل الدايت ثاني مرة وثالث مرة بتلاقي حالة طب ما أنا عم بعمل صح الدايت وعم بعمله هو ذاته كمان ليه ما عم بضعف؟ دقان تعود جسمي عليه دو, دو كمية البروتين اللي عم باخدها آه جسمي من احنا بنفكر انه البروتين بس خلص صرفهم صرفتهم الكلوة وخلصنا منهم لا بيتركوا البروتين دي توكسين جيه مين بده ينظف هيدا الجيه بده تنظفها الكلوة والكبد تبعنا هودا اللي ينظفوها دو ممكن يعلو كثير الريزيستانس على الانسولين بنكون عم ناخذ شيء تيوطي بنطلع عم ناخذ شيء لحتى ياذينا دونك دو ان عند البروتين دايت دودو كمان وما تستخفوا فيه أبدا الكيتو دايت مم. لو كانت تيوري بتقول الكيتو دايت بجنن لأنك رح تضعف رح تخفف الالتهاب من جسمك فوا خففت الالتهاب من جسمك خففت الدهن على الكبد بس أنا إذا عملته بطريقة ومفهوم خاطئ للكيتو دايت ما رح انجح بنظف الكبد لانه اذا حبيت اعمل كيتو دايت بدي انتبه على نوعيه الجبنه ما فيي مثل ما الكتب والمراجع بتقلنا اقلي قليل الدجاج واكل منهم دونك لو في بعض المراجع رح لي لا الكيتو دايت بشيل الشحم على الكبد انا رح اقول لهم بيزيد الفاكتور الانفلاماتوار بالجسم رح ياذي بطريقه انديركت دونك ما تروحوا بس يكون عندي مشكله كبيره بصحتي ما روح على الاكستريم دايت روح اكثر الدايتات اللي بتكون معتدله لا اقدر اعيش أكتر بحياتي وبذات الوقت ركز على الماكولات اللي بتنظف هالارجان المنزوع عندي او اللي انا حواليه في خطر يعني يعني هون بقوم بهدول الدايتس اللي هن نورمال بتروق شوي برجع باخذ السناك تبعي بتغدى وبتعشى وباخذ كمان سناك واكيد كل شيء ذكرتي بدي كتير منه 100% وعلى طول لانه مثلا عنده مشكله بال عنده مشكله بالكبد لازم اعرف انه صديقي هو الفيتامين سي صديقي فيتامين سي يعني شو ما عم دخل باكله بالسناكس تبعي جرب حط عصره حامض على اكله وجرب انتبه الاكل اللي ممكن يكون ملوث بس غني بالفيتامين سي ابتعد عنه مثلا الفراز اذا مني عارفه مع انه هي عنصر كثير اساسي للفيتامين سي بس اذا انا مش عارف مصدر الفراز اتجنبه لانه صار عم يعطيني توكسين كثير كترة التوكسين أزيت اللي رجعت بعدين الكبد تبعي أفضل قد ما فيني جيب الأكل اللي يكون كتير صحي ما يكون دخله كتير بستيسيد ومواد حافظة وكل هالأخبار كتر من الفيتامينات اللي جيدة لقلي وقطعون بدي أخذ فيتامين سي فيني اخد بالحامض فيني اخد بالجريب فروت لانه الجريب فروت هو منشط طبيعي للكبد، الاشخاص اللي بتقدر تتقبله تاخذ جريب فروت، الاشخاص اللي ما بتتقبله ما رح نقلها مشكل كثير كبير، بنقلها ساعتها استبدلي بالبوماليت اللي بمطرح معين بيساعده لينشطوا الكبد لحتى يخففوا من كل العوارض اللي كنا عم نحكي عنها. قد الادوية الخاطئة كمان ممكن تأذي الكبد وفي كتير اشخاص ممكن يكون عم بيتضاربوا الادوية تبعهم ويمكن في كتير ما بيلحقوا برسكريبشن الطبيب يعني ممكن يكونوا هن عم بيوصفوا لحالهم اوقات ادوية واوقات بياخدوا ادوية للتضعيف ويمكن انسولين ويمكن ما بعرف بفوتوا على جسمهم ادوية منا لجسمهم ومش مفروض ابدا تكون فايتة على جسمهم بس حتى يضعفوا قد ايه هالشيء بيأذي الكبد كمان؟ الادويه والسبلمنتس اثنيناتهم اكثر قصص مأزية لكبدنا، مم. مثل ما قلنا لانه صرتوا كل شيء عم يدخل حتى الفيتامينز بدنا ننتبه، ليش على طول بنقول ما ناخذهم بطريقه عشوائيه، اذا مش بحاجتهم ما ناخذهم، لانه زيادته لهالفيتامين اول مرحله بده يقطع من كل شيء عم باخذه عن طريق الفم اول اول ستوب رح يعملها رح يعملها على الكبد. دونك أو رح يأذيلي كبده لأنه أنا مني بحاجته سورتو إذا كان الفيتامين اللي بدوب بالدهن كل شيء فيتامين بدوب بالدهن رح يقعد على الكبد من بعده الكبد بده يصرفه ما بيعرف كيف بده يصرفه بده يحطه بقلب الدهون الطبيعيه بالجسم بقلب الدهون الطبيعيه بالجسم عملت كثير عملت كثير التهابات طبيعيه بجسمي خليت حالي انا اكون عم باذي كبدي عم باذي كثير اورجانات ثانيه بعد بجسمه دونك فيتامينات بشكل عشوائي ممنوع اخدون على اتنشط مش يعني انا لازم اخذ فيتامين سي بشكل عشوائي حتى انا كون عم عم بي عم باخد نشاطي مش اشتري بنعرف انه الجينسينج مثلا كثير منيح هيك كثير منيح بنشط بيعطي طاقه سورتو هلا نحن ادمين بالشتويه بتصير العالم تشتري عشوائيا للجينسينج وفعلا الجينسينج كثير منيح للكبد بس لما يكون عم باخد سبلمنتس انا عم باخد ماكرو دوز عم باخد كميه كثير كبيره زيادتها عم بتوقف لي انا شغل كبده مثل ما لازم يكون بلس عندك أدوية التضعيف أدوية التضعيف كتير في منها في كتير سكترات في عندك سكترات الأساس اللي هو الأعشاب كمية الأعشاب إذا أنا عم بخدها منا مدروسة يعني تخيلي أنا اليوم إذا بدي أجي أحكيك عن أعشاب لتنظف الكبد ما بخلص أنا وياك كمية الأعشاب كتير كبيرة بس ما فيني ما بسمح لحالي احكيهم على التيفي لانه العالم مثلا عندي انا هيدا العشب حد بيتي ديزو انا قلت لهم إنه الشاردون ماري مثلا كثير منيحه جينا عندنا يا حد بيتنا صرنا عم ناخذها بشكل كثير كبير بشكل كثير كبير اذا ما كانت تتري ما كانت مدوزنه كيف انا عم باخذها رح تكون عم تاذيني زيت الشي مثلا اذا قلت لك اكليل الجبل اكليل الجبل كثير منيح بس انا اذا غليت اكليل الجبل واخذته وصرت لانه قالوا منيح اخذناه على الطالع والنازل رح كون انا عم باذي اكليل الجبل بدي كون انا عامله تتراج يعني عم بحكي بملعقه كبيره على نص لتر من المي توتولون دو لا جورني عم باخده اكثر انا عم باذي دونك نحن لما نكون عم ناخذ ادويه للنحافه اللي بتساعدنا ناخذ كميات كتير كبيره منهم سورتو في من بيناتهم كميات ديوريتيك بتظهر المي من الجسم بيعدوا بقلب الكبد وبساعدوا بقلب الكبد ما بعرف الكبد ما بيعطينا الارم بيعطينا الارم بس يختنق لانه بصير يكدس, يكدس 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 عليه بليف من قلبه بيكبر الفوليوم تبعه بتخف الفونكسيون تبعه ما ب... ما بعرف الا بوصل لمرحله عم بيوجعني كبده او واقف جسمي بمرحله بلوكاج باخذ دواء ما بستفيد منه عندي اوجاع ما بفهمها بجسمي عندي التهابات ما عم بعرف صح منها بلاقي انه انا نزعت كبده بس شيء منيح بنكون عم نعطي اسبوار صغير شيء منيح بالكبد انه بيتجدد أوكي. بيتنظف، لو بقي شقفة صغيرة منه بس هي منيحة عم تعمل الفونكسيون تبعها بنقدر نجدده إذا صلحنا أغلاطنا. وأكيد يلي استمع لإلك فيكون عم بصححهم وفيكون كمان عم بيساعد كبده يكون عم بيصرف بطريقة أحسن. ميرسي ميرنا بنشوفك أحد الجاي مع موضوع جديد. إذا لا رد مشاهدينا رح ناخذ بريك صغير ومنرجع مع آخر لقاء لليوم.